أبدأ مع ضيفي من بيروت سيد دكتور سامي. بداية، عندما يأتي من الجانب الأمريكي التركيز على موضوع بأنه من استهدف وقتل، وهو المقصود إسماعيل هنية، ليس إيرانيا، ويجب على إيران أن تعيد ربما التفكير وإعادة طريقة الرد، ما الذي تريده أمريكا من طهران، وما طبيعة الرد التي تلمح إليها؟ أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول كل الوسائل من أجل تفادي مواجهة على الأقل من الجانب الإيراني. أكدت أنها حتمية، وكل الاستعدادات أيضا من الجانب الإسرائيلي تشير إلى أيضا حتمية هذا الرد. وربما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تميز بين الحادثة أو اغتيال هنية والضربة التي استهدفت القنصلية الإيرانية في سوريا، والتي أدت إلى رد إيراني، كون أن هذه الضربة تشكل اعتداء على السيادة الإيرانية. ولكن هل سوف يكون هذا التفسير كافيا لانسحاب إيران من هذا المسار التصعيدي؟ أنا أشك بذلك، لأن اغتيال هنية على الأراضي الإيرانية يشكل أكثر من اعتداء على السيادة الإيرانية، يشكل من وجهة نظرهم، وقد عبروا عنها، إهانة لإيران ولصورة إيران بالنسبة لحلفائها، وعلاقة إيران بالحلفاء شيء أكثر من استراتيجي بالنسبة لها. فلذلك لا أعتقد أن الجهود الأمريكية على المستوى الدبلوماسي كفيلة وحدها بثني إيران على الرد. ربما الحشد العسكري الذي تقوم به، وهذا الجزء الثاني من السؤال، نعم قد يجعل إيران إما أن تتريس أو أن تراهن على الزمن من أجل امتصاص هذه الضربة القوية التي تلقتها.